دي جامعة عين كليوباترا. عين كليوباترا، وبص الجمال والميه، الدنيا بتشتي والناس جوه الميه، درجة حرارة الميه طبعا ممتازة جدا. مش عارفين ايه موضوع الشتاء مع الميه السخنة ده. دي عين كليوباترا يا جماعة، سيوة، وجمال وطبيعة سيوة بجد. الناس البسيطة، الناس الجميلة، أهل الكرم كله. ده المفروض عين كليوباترا اللي كانت بتستحمى فيه الملكة كليوباترا. ده طبعا حبة بازارات لذيذة كده جنب الكافيهات بتوع هنا. طبعا حوالين العين كلها حاجات جميلة جدا. هو المايه بيعمل بيلعب، المايه جميلة جدا، المايه يعني دافية جدا فعلا، المايه سخنة والدنيا بتشتي زي ما حضراتكم شايفين. المطر نازله كمان كويسه تقيله، يعني مش بتهزر. وبعدين بيقولوا النهارده اول يوم تشتي من حوالي 6 أو 7 سنين فاتت. حاجه نادره، متهيألي اهل البلد كلهم مبسوطين بحاجه زي كده وفرحانين. من 7 سنين ما شافوش شتاء، واول يوم النهارده تشتي كده، حاجه جميله جدا، كله فرحان ومبسوط. ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد برضو مع سيوة. احنا لسه فيها و هوريكم عين كليوباترا اللي هي المفروض الاساسية هنا في سيوة. دي القعدة، طبعا الالوان والمنظر تحفة. تعالوا معايا نشوف ايه اللي ورا ده. جيفت شوب، هنا برضو جيفت شوب. اوريكم ما تقلقوش، خليكم معايا اوريكم بقيتها. عين كليوباترا طبعا الناس نزلت فيها. هي المايه تبان ان هي طلقه، بس لو احنا قربنا منها المايه كتير جدا. والطحالب اللي فوق دي طحالب طبيعيه مش عطله في المايه. احنا برضو لسه في عين كليوباترا. انا بحاول اطلقه المايه قريب. المايه ممكن نشوف فيها وشنا اللي فوق دي، بيقولوا عليها الطحالب العادية. بصوا هنا يا جماعة، أنا بحاول أكلمكم المنظر. بصوا المية كلير. بصوا يا هو كمان، بص من هنا لهنا. بصوا يا جماعة، دي الروعة والجمال بتاعت عين كليوباترا.